لما اجيت على الأردن ما قدرت أكمل دراستي، وبعدها فترة اكتشفت إنه معي فشل كلوي. صار معي دوخة وأسعفوني أخذوني على المشفى، حكوا إنه ارتفاع ضغط. بس لما اجيت على الزرقاء هون على المشفى الزرقاء حكوا إنه لازم يشوفني دكتور كلى. لما شاف الدكتور الكلى بالزرقاء استغرب انه كيف يعني المرض هذا بالعادة بيكون بالوراثة، يعني احنا ما عندنا عشان هالمرض ها معه. ثلاث مرات في الأسبوع لازم أغسل عشان يكون وضع مستقر. حاليا بغسل مرتين بالأسبوع لأنه ما في دعم. إذا ما أخذت الجلسة بتعب كثير، بصير عندي مغص كلوي، يعني ما بعرف شلون أوصفه، بس الألم كثير صعب. فشل كلوي يعني يوازي مرض السرطان، يوازي مرض القلب، يعني كلها يعني حالات تعتبر خاصة. حاليا بتمنى إني أعمل عملية الزراعة، أو إذا ما كان في إمكانية يكون دعم الغسيل أطول.